أهلا بكم مشاهدينا وحلقة جديدة بين ضفاف النيل. النيل وسحره الخلاب في مصر الحبيبة، مصر أم الدنيا، ليس فقط يتميز بمنظره الممتع والساحر، وإنما بأهميته التاريخية والاستراتيجية عبر العصور. وهذا النيل هو أيضا معشوق لكل زواره من مختلف البلدان العربية. ويسعدنا مشاهدينا أن يكون معنا ومعكم وحلقة اليوم من الجزائر الصحفي والناقد السينمائي فيصل شيباني. أهلا بك بين ضفاف النيل. أهلا بك، شكرا جزيلا على الدعوة الكريمة. شكرا جزيلا. أهلا بك وشكرا لحضورك، وبنسعد معك وهالصحبة الجميلة. والجزائر وأهلنا بالجزائر هي علاقة تاريخية ممتدة ما بين فلسطين والجزائر، والجزائر كانت وستبقى هي داعمة لقضية فلسطين، داعمة من الطراز الأول. أكيد أكيد طبعا، لي كل الشرف أن أكون متواجدا معك في برنامج على ضفاف النيل. سعيد أن أكون موجود على قناة تلفزيون فلسطين طبعا، وكما قلت الجزائر تبقى دائما داعمة لفلسطين، والجزائر تبقى دائما في قلوب كل الجزائري. نعم، وأيضا في قلوب كل الفلسطينيين. أكيد بطبيعة الحال أكيد. اليوم إحنا وإحنا بنبدأ معكم مشاهدينا هالرحلة النيلية الجميلة ومع ضيفنا الكريم، أول ما لفت انتباهنا علم الجزائر يرفرف. أكيد علم الجزائر يرفرف، هذا منزل على ما أعتقد منزل السفير الجزائري في جمهورية مصر العربية، وكذلك في فلسطين موجود حتى مقر السفارة الجزائرية في شارع البرازيل في بالزمالك في مصر. هو عنده حكاية غريبة نوعا ما، لأنه نعم لها قصة. هذا المقر هو كان هدية من مناضل يهودي، هو مناهض لإسرائيل للكيان الصهيوني ومناضل لسياسته الصهيونية، هذا المحتل الإسرائيلي آلان جريش هو صاحب هذا البيت، أعطاه هدية للثورة لجبهة التحرير الوطني لإبان الثورة التحريرية الجزائرية. مقرا لعقد اجتماعاتها مع السلطة الفلسطينية، مع السلطة المصرية آنذاك بقيادة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. وما زال هذا المقر حتى ما زال حتى الآن هو مقر السفارة الجزائرية. هذا آلان جريش توفي بعدها، وابنه الآن هو أحد أبرز الصحفيين في جريدة لومون ديبلوماتيك الجريدة الفرنسية، وهو مناهض كذلك للسياسة الاستعمار للسياسة الصهيونية ومناهض للكيان الصهيوني، ما جعله يتعرض العديد من مشاكل حتى من طرف دولته الأم فرنسا. نعم، معلومة رائعة وجاءت بالمصادفة ونحن أمام مقر منزل السفير، منزل السفير وله إطلالة مميزة. أكيد على النيل. أكيد على النيل مباشرة. نعم. هو منزل جميل، وحتى كذلك يعني مقر، شوفي هذه الصدف، يعني جميلة هذه الصدف، حتى أنا لم أكن أعلم يعني بهذه المعلومة، حتى التقيت بابن آلان جريش هو الذي حكى لي كل هذه المعلومات المتعلقة بمقر السفارة الجزائرية في مصر. ورائع أنه نقلتها اليوم لمشاهدنا. أكيد لازم الناس تعرف هذه الأمور ربما المجهولة عن تاريخ الجزائر وتاريخ الثوري وتاريخ المقاومة التحريرية الجزائرية. نعم، وإحنا معك اليوم بين ضفاف النيل وهالرحلة النيلية، شو بيعني لك النيل؟ أكيد جئت إلى مصر قبل ذلك عدة مرات، كثير من المرات. كثير من المرات. شو بيعني لك؟ كثير من المرات من خلال المهرجانات السينمائية المختلفة التي أحضرها باستمرار في دولة. نعم. مصر العربية. شو بيمثل لك النيل وكيف أثر فيك؟ لا، النيل سحر خاص. أنا حتى لما أدخل تقريبا كل الفنادق المصرية أول شيء أطلبه من الاستقبال أن تكون غرفتي مطلة على النيل. هذا المنظر المبهج بتاريخه بهذا الذي يمتد يعني إلى غابر العصور، هو مريح أصلا، حتى النظر إليه يريح العقل. يعني تخيل المنظر من غرفة الواحد يكون في غرفته، ممكن يكون بعد التعب بالنهار بعد الشغل، الإطلالة فقط على النيل هي تريح الناظرين، تريح البدن، تريح العقل، إلى غير ذلك من. نعم. الامتيازات الأخرى، وموقعه الاستراتيجي كذلك من خلال الاقتصاد، من خلال العديد من الأمور المتعلقة بدولة مصر. نعم، وبرأيك المصريون يقدسون النيل بشكل كبير ويمثل يعني قيمة كبيرة في وجدانهم ويؤثر فيهم تأثير كبير عبر مختلف العصور، شو سر هالقدسية؟ أكيد النيل هو حياة المصريين، حتى
أغلبية مدنهم يعني مرتكزة على النيل، النيل هو الحياة، الماء في طبيعة بطبيعة الحال هو الحياة، لذلك هذا التعلق لا يأتي من فراغ، هو أكبر وأطول نهر في العالم، هو المركز يعني هو للسياحة موجود، للاقتصاد موجود، للزراعة موجود، بالتالي هو عصب حيوي عند المصريين بطبيعة الحال، هذا التعلق لا يأتي من فراغ. نعم، اليوم وفي زيارتك هالمرة لمصر أم الدنيا، شو سبب هالزيارة؟ تحدثنا أيضا الزيارة هو مهرجان المسرح العربي التي تقيمه الهيئة العربية للمسرح بالشارقة، هي في كل مرة تقيم المهرجان في بلد عربي، هذه المرة يعود إلى مصر بعد دورته الأولى، هذه الدورة 11، والشيء الجميل في هذه الدورة أن من يقرأ رسالة اليوم العربي للمسرح والمكرم هو الممثل الجزائري الكبير سيد أحمد أقومي، هذا نعم. الممثل الكبير المناضل الكبير هو للصدفة كذلك هو أحد تلامذة ممثل جزائري كبير جدا ومسرحي كبير هو محمد بودية، محمد بودية هو أول مدير للمسرح الوطني الجزائري بعد الاستقلال، وكان عضو الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني التي كان مقرها في تونس يعني فترة الاستعمار الفرنسي، وهو أحد المناضلين الحقيقيين للقضية الفلسطينية، هو بعد مشاكل حصلت له مع النظام الجزائري وقت الرئيس الراحل هواري بومدين هو رحل إلى فرنسا وأصبح أحد الأجنحة الخارجية في الجبهة الشعبية التحريرية الفلسطينية، واستشهد تم قتله عن طريق الموساد الإسرائيلي، فاستشهد سنة 1973 بعد تفخيخ سيارته، عملية قاموا بتفخيخ سيارته واستشهد في فرنسا سنة 1973، وقاد العديد من العمليات ضد الإسرائيليين في أوروبا. نعم، تاريخ نتشرف به، ومن الرائع أنه برضو حضرتك تذكره في سياق حديثنا. وشو رأيك وإحنا ماشيين في عبر النيل وصلنا لهالأجواء الساحرة، المعالم اللي زرتها؟ زرت البرج، برج القاهرة؟ فأكيد زرته قبل هيك. لا زرت قبل كده يعني زرت كل تقريبا كل المعالم الأثرية في مصر، زرت خان الخليلي، زرت شارع الحسين، الأزهر، المدن القديمة إلى غير ذلك. نعم، لو نتحدث بعين الناقد السينمائي عن أهم أفلام 2018 ربما ميزها عربيا يعني ربما ما دام احنا في تلفزيون فلسطين أريد الحديث عن السينما الفلسطينية. أنا موجود، أنا من منظمي مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي، كانت السينما العربية انتعاشة هذه السنة، ما دام في مهرجان كان السينما الدولي نجد فيلم مصري بعد غياب طويل، بعد يوسف شاهين ربما ولا فيلم مصري شارك في مهرجان كان السينما الدولي، كان هناك فيلم يوم الدين للمخرج الشاب أبو بكر شوقي، كان كذلك فيلم لبناني كفر ناحوم للمخرجة نادين لبكي، كذلك هناك هذه السنة وجود جميل السينما الفلسطينية في مهرجان فينيسيا الدولي، كان فيلم فك لمخرج شاب اسمه بسام جرباوي بطولة صالح بكري وعرين عمري، هو فيلم فلسطيني جميل لمخرج شاب، نظرة جديدة في السينما الفلسطينية لمواصلة هذه المسيرة الحافلة للعديد من المخرجين الفلسطينيين المميزين، مثال ميشيل خليفي، رشيد مشهراوي، وهاني أبو أسعد وغيرهم من المخرجين المميزين في السينما الفلسطينية. هناك كذلك فيلم آن ماري جاسر، فيلم واجب الذي شارك في مهرجان وهران وشارك كذلك في مهرجان السينما القاهرة. في مهرجان القاهرة، في مهرجان القاهرة لا أعتقد كان في فيلم فلسطيني هذه السنة، لا لم يكن ولكن كان هناك تكريم لمخرجتين فلسطينيتين من ضمن المخرجات التي كرمت، آن ماري جاسر، وأيضا كانت آن ماري جاسر بفيلم لأنه كانوا عاملين فقرة خاصة احتفاء بالمخرجات السينمائيات العربية، كان في آن ماري جاسر وكانت موجودة كذلك مي المصري. نعم، مي المصري كذلك كانت موجودة، كان عندها فيلم مهم جدا هو 3000 ليلة، من أهم الأفلام الذي يحكي عن معاناة الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال، فيلم إنساني جميل جدا، لغة سينمائية مبهرة بصريا، الفيلم رائع بكل المقاييس. نعم، هل والحديث عن السينما الفلسطينية، هل من وجهة نظرك استطاع المخرجون الفلسطينيون أن يوصلوا قضية فلسطين بتفاصيل مختلفة وبرؤى متعددة عبر أفلامهم؟
أكيد الآن في إنتاج سينمائي فلسطيني جميل. ربما نعتبر من وجهة نظري الخاصة ميشيل خليفي بفيلمه الأول سنة 1987، فيلم عرس الجليل الذي توج حتى في مهرجان كان، هو أول أفلام الروائية طويلة، هو ربما رائد السينما المستقلة في فلسطين ميشيل خليفي. هذا الفيلم الذي توج بجائزة النقاد الفيبرسية من أهم الجوائز، ربما الجائزة التي نعتبرها الأكثر مصداقية في مهرجان كان بحكم بعض الحسابات السياسية، يعني استحالة أن يكون فيلم فلسطيني مثلا يتوج بالسعفة الذهبية لمهرجان كان نظرا لعدة اعتبارات سياسية، العلاقات الصهيونية الفرنسية، اللوبي الصهيوني المسيطر داخل مهرجان في حد ذاته. بالتالي تتويجه بجائزة الفيبرسي، جائزة النقاد اللي هي يمكن اعتبارها جائزة مستقلة، هو إنجاز كبير، حتى ربما جائزة كبيرة لمخرج كبير في ظل السيطرة الصهيونية على مختلف المحافل الإبداعية والصحف عبر العالم. الآن حتى مهرجانات السينما العالمية تواجد اللوبي الصهيوني مسيطر سياسيا فنيا حتى على هوليوود سينمائيا في هوليوود. أكيد يعني هم مسيطرين، بالتالي تتويجه بجائزة في مهرجان كان بجائزة الفيبرسي هو إنجاز في حد ذاته بحكم قيمة هذه الجائزة الكبيرة والتي تمنح من نقاد، يعني من مختصين في السينما، همهم الوحيد هو تقييم الفيلم فنيا وإنسانيا وبعيدا عن كل الحسابات السياسية الموجودة. كما قلت، هذا الامتداد من ميشيل خليفي جاء بعده جيل جديد يعني من المخرجين، جاء رشيد مشهراوي، جاء هاني أبو أسعد بفيلمه الجميل الجنة الآن، بعد فيلم عمر، حتى أصبح مخرج يعني يخرج في هوليود من خلال فيلمه الآن الأخير الجبال بيننا، بطولة كيت وينسلت والعديد من عمالقة الممثلين. وفلسطين موجودة كذلك كما قلت في هوليود، محمد بكري الآن يمثل في أكبر الأفلام العالمية، علي سليمان كذلك بعد فيلمه الجنة الآن مثل مع ليوناردو دي كابريو، مثل يعني العديد من المخرجين العالميين الكبار. بالتالي الآن الفن الفلسطيني، السينما الفلسطينية موجودة عربيا ودوليا. نعم، وماذا عن السينما الجائزة الجزائرية وآخر بصماتها ربما في 2018؟ تحدثنا عنها أيضا. يمكن أن نقول أن السينما الجزائرية سنة 2018 هناك انتكاسة للسينما الجزائرية، إنتاج قليل وضعيف في نفس الوقت. أسباب مادية أثرت على ليست أسباب مادية، مدام أن وزارة الثقافة الجزائرية تدعم السينما الجزائرية، تدعم الأفلام من خلال 40% من ميزانية الفيلم يعني تمنح من طرف وزارة الثقافة الجزائرية، بالتالي الدعم السينمائي للأفلام موجود وللمخرجين موجود، ولكن المشكل ربما في بعض المخرجين، وأثر كذلك الإنتاج المناسباتي. هذا الإنتاج المناسباتي أصبح كل من هب ودب يخرج الأفلام وينتج الأفلام، بالتالي المستوى الفني يكون أقل مما ينتظره الجمهور ومحبو الفن السابع. هذه السنة حتى المخرج الجزائري مرزاق علواش المخرج الكبير جاء بفيلم جديد، هو فيلم ريح رباني، شارك في مهرجان تورونتو، في مهرجان قرطاج، مراكش، الجونة وغيرها من الأفلام، ولكن مرزاق علواش يمكن أن نقول هذا الفيلم لم يكن على غرار سابق أفلامه من حيث الجودة، اختار يعني فيلم ربما له طريق خاص، يعني نوعية خاصة، ليس الفيلم الذي يمكن أن يحبه الجمهور أو حتى المختصون، له نظرة جديدة مميزة تختلف عن أفلامه السابقة التي تنطلق من عمق المجتمع الجزائري. لو ننتقل بالحديث إلى قلمك وكتاباتك المختلفة ومقالاتك بالتحديد عن ومناهضتك للتطبيع مع إسرائيل، ولك العديد من المقالات في هذا الموضوع وأثرت في هذا الموضوع بشكل كبير. أكيد، سواء عن طريق قلمي وسواء عن طريق برنامجي في الإذاعة الجزائرية، عندي برنامج مختص في السينما، دائما ما استضفت المخرجين والممثلين الفلسطينيين، دائما ما تحدثت عن القضية الفلسطينية، عن حاورت ميشيل خليفي، حاورت رشيد مشهراوي، حاورت هاني أبو أسعد وغير، حاورت محمد بكري وغيرهم من الفلسطينيين الممثلين أو المخرجين الفلسطينيين. نسينا كذلك الحديث عن نجوى النجار يعني كصوت نسائي في السينما الفلسطينية. للعلم فقط فيلم نجوى النجار عيون الحرامية كان قد تلقى دعم من طرف الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي، هي التي كانت منتجة للأفلام، يعني فيلم نجوى النجار عيون الحرامية تلقى دعما ماليا من طرف وزارة الثقافة الجزائرية، هذا الإشارة فقط. وأشير فقط إلى فيلم مهم جدا كذلك، هو فيلم سنعود لمحمد سليم رياض، هذا الفيلم الذي أنتج سنوات السبعينات، الكثيرون يجهلون أن محمد سليم رياض أخرج فيلما
يتحدث عن القضية الفلسطينية، شارك في بطولته عمالقة الممثلين الجزائريين راحلون الآن كلهم توفوا، أمثال محمد بن قطاف الذي كان مدير سابق للمهرجان الوطني للمسرح المحترف ومدير المسرح الوطني الجزائري، كذلك عبد الحليم رايس، كذلك حسان الحسني، وهؤلاء تلك الأسماء ثلاثة من عمالقة التمثيل في المسرح والسينما الجزائرية. هذا الفيلم الذي بقي يعني بصمة خاصة في السينما الجزائرية، تحدث عن القضية الفلسطينية وما يعانيه ويكابده الشعب الفلسطيني من طرف الكيان الصهيوني المحتل. نعم، لو نتحدث والحديث ممتد ما بين الجزائر وفلسطين، والجزائر دعمت قضية فلسطين وما زالت، وخاصة عبر سنوات الثورة وعشرات السنين ومواقف مختلفة. نعم. فهل ممكن أنه نشهد في 2019 أعمال سينمائية، ربما لديك معلومات هنا أن هناك أعمال سينمائية مشتركة بين الجزائر وفلسطين؟ للآن هناك أزمة نوعا ما، بعد الأزمة، أزمة اقتصادية أثرت حتى على ميزانية وزارة الثقافة، يعني حتى على دعم الأفلام. لا أدري إن كانت هناك، ربما نتساءل لماذا لا يتقدم صناع الأفلام من فلسطين، لماذا لا يتقدمون بمشاريع مشتركة إلى وزارة الثقافة الجزائرية. نجوى النجار قامت بهذا الشيء وتلقت الدعم من خلال فيلمها عيون الحرمية الذي شارك في بطولته الممثل المصري خالد أبو النجا، والمطربة الجزائرية سعاد ماسي كذلك شاركت في الفيلم. هنا المرمى في الكرة في مرمى صناع السينما الفلسطينيين الذين عليهم أن يتوجهوا إلى وزارة الثقافة الجزائرية من أجل إنتاجات مشتركة. وزارة الثقافة الجزائرية ترحب بهذه المشاريع. لو تقدم السينمائيون الفلسطينيون ربما سنشاهد لاحقا أفلام فلسطينية جزائرية مشتركة. نعم، هذا ما نأمل به، وهذه رسالة عبر بين ضفاف النيل، بنتمنى أنه تجد صداها بين صناع السينما سواء في فلسطين أو في الجزائر، وهذا سيسعد قلوب الجماهير ومحبي فلسطين والجزائر. أكيد. أتمنى لو تحدثنا عن محطاتك المختلفة وأعمال ومشاركاتك المختلفة وآخر مشاركاتك في المهرجانات السينمائية في 2018، وربما أبرز المهرجانات في وجهة نظرك للعام 2018. هناك مهرجان رسخ نفسه الآن ربما كأهم مهرجان سينمائي عربي، هو مهرجان الجونة. مهرجان الجونة السينمائي الدولي من خلال نظرة رئيس المهرجان اللي هو رجل الأعمال المصري نجيب صويرس، الذي نظم مهرجانا في الدورة الأولى المهرجان خرج فجأة، لم يكن أحد يعتقد أن المهرجان سينال هذا النجاح وهذا الصدى الكبير إعلاميا أو من خلال الأفلام التي يتم استقطابها والنجوم التي تكون متواجدة في المهرجان. الدورة الثانية من المهرجان أكدت هذا الشيء بأن مهرجان الجونة السينمائي الدولي وضع لنفسه مكانة قوية في ساحة المهرجانات السينمائية العربية والعالمية إن صح القول، كما قلت من خلال الأفلام الموجودة، من خلال الحضور وضيوف المهرجان الموجودين وقيمة الأفلام والبرنامج سواء المسابقة أو البرنامج الموازي أو الندوات. وهنا أنوه بدور مدير المهرجان اللي هو العراقي انتشال التميمي. هذا الرجل الذي يملك نظرة جيدة للسينما، يعرف السينما جيدا ومن خلال الطاقم العامل معه سواء كمصريين أو كأجانب. بالإضافة إلى علينا أن ننوه بالعودة القوية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بعد ثلاث دورات أخيرة أنا كنت موجود فيها، وتميز في الدورة الأخيرة بالأفلام المستقلة. أكيد بطبيعة الحال هو الدورات الأخيرة سقط ربما نوعا ما، ولكن هذه السنة عاد بقوة مع رئيس شاب هو محمد حفظي، المنتج محمد حفظي، من خلال كوادر شابة أعطى مساحات كبيرة للشباب. أكيد، وما تقريبا كل المشرفين على الدورات هم شباب، يقودهم طبعا القبطان المدير الفني الناقد الكبير يوسف الشريف رزق الله، ولكن هذا يضع ثقته في الشباب وبرهنوا ذلك من خلال الأفلام، من خلال التنظيم الجيد، من خلال جودة الأفلام التي كانت موجودة في المهرجان، ومن خلال النجوم التي تم استقطابها. المهرجان كان جيدا على كافة المقاييس، كذلك عودة قوية في السنتين الأخيرتين لمهرجان قرطاج السينمائي الدولي برئاسة نجيب عياد، كذلك عاد هذا البعد كما في أحد حواراته معي قال لي عاد البعد النضالي لمهرجان قرطاج السينمائي الدولي والبعد الإفريقي للمهرجان. يعني المهرجان عاد إلى أصوله الحقيقية وكان ناجحا كذلك بكل المقاييس. والمهرجان وهران الدولي للفيلم العربي بطبيعة الحال بصفتي موجود في تنظيمه. أكيد المهرجان متواصل
وكالمهرجان ما زال يحافظ على مكانته كأهم موعد سينمائي عربي، كأهم مهرجان سينمائي يختص بالسينما العربية. المهرجان موجود من خلال مختلف المشاركات، الأفلام العربية والنجوم الموجودين في هذا المهرجان. نعم، شو رأيك بهالجو اليوم؟ الجو جميل اليوم، والشمس مشرقة على غير العادة، على غير يناير. هذا من حظك، هذا من حظك، يعني من حظ البرنامج. كان الجو برد والجو غير مشمس، لما وصل توقيت تسجيل البرنامج أشرقت الشمس، وإن شاء الله تشرق الشمس على سماء فلسطين كل يوم، على سماء القدس عاصمتنا الأبدية. إن شاء الله إن شاء الله. وصلنا معك لفقرة كلمات، ماذا تعني هذه الكلمات في حياة فيصل شيباني؟ تفضل. لو نتحدث بداية عن الحب، شو بيمثل لك الحب في كلمة أو كلمتين؟ الحب هو أجمل شيء في الوجود. نعم. الحب هو كل شيء، الحب هو الحياة، الحب هو الأم، الحب هو الزوجة، الحب هو الأخت، الحب هو البلد، الحب كل شيء. الإنسان الذي لا يحب في نظري إنسان لا يستحق الحياة. صحيح، ببساطة. والأسرة؟ ها؟ الأسرة في حياتك؟ الأسرة نفس الشيء، الأسرة هي كل شيء. تخيل إنسان من غير أسرة، يعني إنسان من غير زوجته، أسرة من غير زوجة، أسرة من غير أولاد، أسرة من غير أم، أسرة من غير أب، يعني الأسرة والعائلة كذلك هي كل شيء. الإنسان بعد متاعب الحياة يدخل إلى البيت ليرتاح. نعم. يعني الأسرة نفس الشيء، الأسرة هي مثل الحب، هي كل شيء. أكيد. صحفي وناقد سينمائي وتخصصت في النقد السينمائي بالتحديد، وهو بالضبط. يعني شغل ويشغل مساحة كبيرة في حياة فيصل شيباني. نعم، نعم. شو بتعني لك السينما وليه اخترتها بالتحديد؟ السينما هي ولا هي اللي اختارتها؟ لا، السينما والمسرح، حتى لا نظلم المسرح كذلك. أنا اخترت المسرح وبعدها أيضا السينما، الآن تخصصت في السينما من خلال برنامجي في السينما وحتى كتاباتي في الجريدة، في جريدة شو اسم الفجر. البرنامج؟ في السينما. في السينما، عنوان بسيط ومعبر. نعم. في نعم. السينما، هذا هو عنوان البرنامج، وأشتغل كرئيس القسم الثقافي في جريدة الفجر الجزائرية، وكتاباتي أكثر أحصرها في السينما. أحب السينما، أعشق السينما، خاصة السينما العربية، أهتم بها كثيرا، أكتب عن الأفلام التي أشاهدها من خلال مقالاتي النقدية. السينما جميلة، يعني تأخذ نعم. مني تقريبا وقت كبير في حياتي من خلال مشاهدة الأفلام، السفر إلى تقريبا إلى كل المهرجانات الموجودة في العالم العربي وخارج العالم العربي. السينما شيء جميل، السينما حياة كذلك. فلسطين في حياة فيصل شيباني؟ شوفي، بعد الجزائر هناك فلسطين، وإن لم أقل قبل الجزائر هناك فلسطين. أنت تخيلي لما جزائري يقول أنا أحب فلسطين، لا تدخل ضمن البراغماتية ولا ضمن النفاق ولا الموجود ربما في بعض البلدان عند بعض العرب، إلا نعم. حتى لا نعمم الشيء، الجزائريون يعشقون فلسطين، وهذا حتى لما الواقع عبر التاريخ. أكيد أكيد، حتى لما تشاهدين مباراة كرة قدم بين الجزائر وفلسطين في ملعب 5 جويلية الذي يمتلئ ب80,000 متفرج. لو نسأل الصحفي والناقد السينمائي فيصل شيباني عن مخططاتك المستقبلية خاصة ب 2019، هل في مشروع ربما تريد أن تبدأه أو يلوح في الأفق، فكرة ما ترغب أنه أنت تنفذها، كيف بتشوف نفسك بعد رحلة عطائك العملية لحتى الآن؟ أنا عندي فكرة، عندي سيناريو فيلم قصير، ولكن لحد الآن لا أزال مترددا في تنفيذ هذا الفيلم القصير. أبحث عن مخرج شاب ربما يمكن أن يجسد هذا المشروع، وكما تحدثنا عن محمد ممكن نعرف عن شو؟ الفيلم عن شو؟ هي فكرة مجنونة شوي، هي فكرة عن الأولاد اللي بيشتغلوا في الجزائر ما يسمى بظاهرة نهب الرمال، يعني نهب الرمال الموجودة في الشواطئ، يعني الناس التي تسرق الرمال الموجودة في الشواطئ من أجل بيعها، يعني في نهاية الموضوع يعني تجارة غير شرعية، يعني يتاجرون بالرمال بطريقة غير شرعية. هناك هؤلاء الذين أصحاب يعني الشاحنات وأصحاب الشركات المقاولات الكبيرة، يعني يوظفون شبان صغار، يعني حتى أطفال يوظفونهم في الشواطئ من أجل يعني ملء هذه الشاحنات بالرمال. هذا الفيلم يحكي عن قصة يعني أحد من هؤلاء الشباب الذين لا مستقبل لهم غير هذه الرمال، يعني من أجل تعبئتها داخل هذه الشاحنات. الفيلم يتمحور حول هذه قصة إنسانية وبؤس هؤلاء الشباب الذين لا يملكون غير تلك المهنة التي يقتاتون منها. نعم، نتمنى أنه نشوف الفيلم قريب ويتنفذ إن شاء الله. إن شاء الله. وباقي المشاريع في الصحافة دائما، في الصحافة السينمائية والبرنامجي، يعني يمشي في الإذاعة الجزائرية، وحلمي إقامة مهرجان سينمائي
للفيلم القصير والوثائقي في مدينتي، مدينتي اللي هي جنب الجزائر العاصمة اسمها بومرداس، مدينة ساحلية جميلة جدا. نتمنى نيجي نحضر. أتمنى أكيد بطبيعة الحال أنتم مدعوون من الآن، أتمنى يعني المشروع جاهز، أتمنى فقط أن يجد طريقه إلى النور ويجد الدعم الكافي من طرف السلطات المحلية ووزارة الثقافة الجزائرية حتى أجسد هذا المشروع على الميدان. إن شاء الله. كلمة أخيرة توجهها لمن تريد عبر شاشة تلفزيون فلسطين في نهاية لقائنا بهالحلقة بين ضفاف النيل. أوجه تحياتي لبلادي الحبيبة الجزائر طبعا، إلى كل الشعب الجزائري، إلى عائلتي بطبيعة الحال، عائلة الصغيرة والكبيرة، وأكبر تحية لفلسطين الحبيبة. وأكبر تحية ليك ولزوجتك الكريمة، أسعدنا حضورك وأسعدنا هذا اللقاء، وأهلا بك دائما ضيف عزيز على قلوبنا. شكرا جزيلا على الدعوة الكريمة. شكرا أهلاً. وأنا موجود في أي لحظة. شكرا جزيلا. شكرا مشاهدينا، وبهيك وصلنا معكم لنهاية حلقة اليوم بين ضفاف النيل. على موعد الأسبوع القادم، تابعونا. إلى اللقاء.